برضو ارجع اقول لحضراتكم تاني ان النائب محمد ابو العينين عشان يضمن استغلال كل الوسائل المتاحه للتواصل مع اهله وابناء دايرته في الجيزه والدقي والعجوزه قرر انه يطلق موقع الكتروني لاستقبال طلبات مواطني الجيزه والدقي والعجوزه، وكمان اطلاق تطبيق على الهواتف المحموله باسم جيزه دقي عجوزه لاستقبال طلبات المواطنين على مدار 24 ساعه والعمل على تلبيتها. وقال قالت الحمله الرسميه للنائب محمد ابو العينين ان الموقع والتطبيق متاحان لمستخدمي الهواتف بكافه انظمه التشغيل، بتكون سهله للمواطن التسجيل بكل مرونه وتدوين شكواهم او مطالبهم، بالاضافه الى ميزه متابعه تلقي الطلبات ومراحل التعامل معها حتى نصل إلى الحل. أكدت الحملة أن فريق متخصص هيقوم على متابعة الطلبات والرد على المواطنين والتدخل العاجل في حالات الاستغاثات الطارئة. برضو عايز أقول لحضراتكم أن النهاردة هيكون في لقاء جماهيري آخر للنائب محمد أبو العينين مع أهالي وأبناء دايرة الجيزة والدقي والعجوزة، وزي ما أكدنا ده بيأتي في إطار أنه حريص وحرصه مستمر على التواصل والاستماع لأهل وأبناء دايرته.